السلام الله عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات الكانتي ديالنا اللي يكون يوم الغد يوم الثلاثاء على ملاعب الشونتيي. الشونتيي ربما غدا تكون في البيستونت، ربما بيستونت ريفيرونس زائد 20 بروميير بروف، غيكون تكون مع 12:55 دقيقة 16 ديال الخيول المشاركة غازون كورد ادروا، يعني غيدوروا على اليمين. بالنسبة للخيول المشاركة الخوت، أول عود هو شاينينغ أوسيون لاكورد 6 فابريس فيرون، والخيول ديال أندرياس بلوم. رقم جوج بيا براند خواكين براند موسان، هو الراكب ديالو كالاس، هو أول خيول مرشحة داخلة في 59 كيلو. سكاي باور دوزيام بلوريش ديال لاكورد، سكاي باور دوزيام بلوريش لاكورد 15 بنفس الوزن معدوه. كاين الكاطر الإخوان تامبلر لاكورد 1، ممكن تعاونوا لاكورد 1، لاكورد 1 غتكون مزيانة لعدد العود. بانديا سيلين توني بيكون في ميلا اللي جات ربحت لينا واحد الكونديسيون، غتكون تاهي من بين خيول المرشحة. ايكن اليكسيس بوشان بيناليزي من الكومبين، اخر كورسة ديالو في الكومبين بيناليزي. كوارتز دي هولي ماكسيم غيون من عند انتوني كراسيس وكريستوف سوميون، دابا غادي يكون عند ماكسيم غيون يان باربيرو 57 كيلو، اللي فيها اربعه ديال الخيول، كاين كوارتز دي هولي وكاين سامبل سترايكينغ، هذا هو البلوريش ديال لاكورس. لاكورت 14 عند الويت شويه غت صعيبة علو نوعا ما، وكاين ألاتيا رقم 9 في ميلا، وكاين مرزوق راكورد 13. شكون غيكون هنايا؟ واش 7 واش 8 واش 9 واش 10؟ عاود تما غادي يكون هنا، غيدخل لينا الأونس تاع الروك ميكائيل برشلونة، وكاين الخمسين رقم 12 الكامسين كريستوف سوميون، اللي نوعا ما راه غيكون ملعوب، نوعا ما غادي يكون ملعوب. شكون اللي عندنا عاوتاني؟ كاين الهولي هوك وريان لوميتر، هذا ما بين كانتي وكانتي، من راكي بلاصي ما راه ما كي بلاصيش، ولكن تيبقى من ابرز الخيول في لاكورت 5. عود الو كيشد المقدمه بوركوا با اتريز جاكوبوي، هذا عود اللي مشى لينا للالمان، تيبقى مشكوك الاخوان، هذا رقم 14. ال 15 فاموزو لابلاس اللي كان دار علينا في اعتقد في الكومبين، سيزيام في الكومبين، في الكومبين هو عنده لونشون، يعني احسن كورسه عنده هي هادي سيزيام، احسن كانتي دارو في الكومبين. مش كل يمشي معاه وكان دار نو بلاسي بانديا سيرين فاموزو الكنز مرزوق سكي باور، وكان سيس هو اللي كان يربحهم انا داك سيس، كنضرب في الراس طروة، كنضرب في الاوتسايدر، حتى الكنز كان في الاوتسايدر. بانديا سيرين خمسة هي كانت في الاوتسايدر، كانوا تقريبا كاملين ما عدا سي مرزوق. واخر عودة الخوت هو روزاريو مانيون، هو اغوير داكسون، هذا عود كان ديال نيكولا كليمون ايام العز، لعبناه في لالين دروا ما دار لينا والو، شطاو كردة كبيرة انا داك، وكنا تايقين فيه غادي يجي وما جاش، ما جاش لالين دروا في الكازون في الريفيرونس 21 حتى 18، كان مشى خسر لينا مع كانوا تقريبا 7 خسر و 11 و 16، كانوا عاطينو كوردا 15 وكنا تنتوقعو منو يبان الساعة ما باش. شكون اللي جا؟ كان جا لينا الهولي هوك رقم
13 و8 كان دار طوازيام، وقيلة 11، وكذلك الكات كان مشى ب16، وهو اللي كنا تايقين فيه كان مشى تا هو غير ب16. يعني كان بحالك بحال الكات، وهذا المول 11 هو السبعة، والأونز سيدي بشحال مشى ب18، ب18. هادشي اللي كاين الخوت. المهم الخوت ما كاين لا تفاعل لا والو، بنادم كاع ما كيدير ديك لايك. هذا الخوت عندنا ما نديرو، ما عندنا ما نديرو. المهم انا غادي نقول لكم، نوريكم هادشي. هذا اللي بغى يجزأ اخوتي راه يجزأ راسو، كيما كتشوفوا الفافوري وباتخلو فافوري هو الخمسة، جوج خمسة باساج اوبليجي. راه يقدر يجي واحد، يقدر يجيو بجوج، واخا كندير او رقم سبعة راه ممكن يجيو جوج. اللي يعرف يفصلها كيفاش يدير ليها، ها انتم الخوت فافوري وباتخلو فافوري، كاين جوج وكاين الخمسة، وكاين جوج والسبعة، وكاين جوج والربعة والثمانية والثلاثاش. شوفوا تما شكون مقصود الخوت، ولا دو شوفوا تما نفس الحالة كنلقاوها عند الفرنش شوفار تيرف، وكندخلوها الإخوان عند تيس سانك سات سيس تروا كانز ناف أونز دوز سيس كاتورز نون سيتي. غيكون فيهم واحد فيهم غيكون هنايا غالبا، واحد فيهم غادي يكون هنايا غالبا. يقدر يكون الأونز ستار روك هو اللي ممكن يكون هذاك الأونز. ناف بعيد، طروة بعيد، واثناش كريستوف سوميو ممكن يبلاسي ممكن ما يبلاسيش، ولكن راه التجزئة هي هادي الخوت. جوج خمسة شكون المقصود فيهم، وجوج سبعة وجوج ربعة. إلا كان داك الجوج باز راه اوتوماتيكمون كنشوف فيها انايا جوج 13. العود اللي نقول لكم اتونسيو منه هو السايز، هذاك هو اللي نديرو منه اتونسيو السايز. الاونز ميكايل بارسلونا غيكون قريب، سبعة كوارتز ديولي ماكسيم ديو غيكون قريب، الخمسين دوز غيكون قريب، ولكن السايز غيكون بعيد. مشى غير ب16 دار نو بلاسي، ولعبناه في لاباز على ود ديك لاكورد كانت اللي كانت غتساعدو، ولكن ما مولفش هو بلارين ضربة. ولكن الى جينا نشوفو هنايا الكورسة ديالو، الى جينا بغينا نشوفو الكورسة ديالو في الشونتي في 1800، راه كان رابح لينا الدوز هنايا، وكان مشى ب60 كيلو، وخا الدوز كان مشى غير بربعة 60 كيلو. شكون اللي كان ربحهم؟ هو اشكار البورتيساتو كابيتان دو سينسي والمانيفيكو. يعني تروازيام كاتريام، تروازيام كاتريام هو هذا، كان في الراس تقريبا، كان في الراس هو مول الاحمر ودار تروازيام. يعني عاد جاي اليوم، يعني 1600 راه ممكن يكون اراريبي، ممكن يكون على ريفيات العود. هاد السيس هذا النمرة واحد ممكن الخوت يكون على ريفي، وعنده الخسارة مع الجرون فافوري عاوتاني في 75 ألف أور، لا قوة الله أكبر. شي حاجة اللي كنكونو كنهضرو فيها وكيودن أخوتي، لاقيوه ماما يلا كيهضرت عليهم ويودن. جوج كاتريام والاغوير دارجون نافيام، يعني جوستاش اتاكا مارجات ايفيريلو ايفيريلو شناكير. دونك نافيام، نافيام كان قريب في الكلاس ان، يعني كانت الكلاس ان نافيام هو مول الاحمر، مول الاحمر كان اعتقد وقيل هو مول الاحمر. هذا هو نمرة 12 هو الجوج، هذا هو الشونتي، وهذا الشناكير، وهذا ايفيريلو، وهذا اتاكاما، وهذا الفاطمي، وهذا مول الاحمر غيكون هو السايس. دونك السايس
مع روزاريو مانيون يقدر يكون هو القنبلة الموقوتة ديال الكانتي ديال غدا. بالضبط ما عرفتوش شحال غيمشي، ونشوفوا البروغرام الخوت، نشوفوا البروغرام ويكون خير. بروغرام سيز بعيد، سيز طايح لتحت مع الكوارتز ديولي، مع الدرواسكي باور، مع الخمسين، هما جراو بيناتهم، والسيز غادي ب22، الكاتورز ب32، دونك هو وقيل هو النقا فيه، هو وقيلة جوج ربعة ربعة مليار. المهم انا راه تدوخني داك الفافوري الخوت اللي بالو فيهم راه يختارو، ها هي جوج ستاش 11 13، اللي كيلعب ستة ديال الخيل يزيد الجنوانة، جوج 11 13 16، جوج 11 13 16، زيد جوج نويبرات ولعب ستة الخيط. الله يسخر لك، الله يسخر لك. هذا ما كان خوتي بالنسبة للتقسيم اللي غنخدم عليه، ومازال غادي نزيد نخدم عليه، غادي نحاول إلا كان شي وقت نديرو شي ديال ديال المينيت، ما كانش الوقت راه غيبقى داكشي في الواتساب. بالنسبة للانضمام الخوت الكاتي فقط ثمن مناسب، الكاتي فقط كاتي ثمن مناسب. بالنسبه للجيملي وهذه راه زايتي شويه، هذا ما كان علاش الجيملي رينيوات قاد تريو اوردر تريو عادي ميلتي كتبقى تحماق معاهم، لهذا كان اللي بغى يضم لينا ثمن مناسب شهريه في الشهر، كاينش في السيمانه ولا في 15 يوم ولا هذه حتى الشهر. هادشي اللي كاين خوتي، تحياتي لكم، مع السلامه.